أنهت قوات الأمن في بوركينا فاسو عملياتها ضد منفذي الهجمات في العاصمة واغادوغو، بحسب ما أعلن السبت مصدر من أجهزة الأمن رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس بريس للأنباء. وتابع المصدر أن قوات الأمن تواصل تمشيط المنطقة المحيطة بفندق سبلندد ومقهى كابوتشينو والمباني المجاورة، إذ استمرت المواجهات مع متطرفين طوال الليل وحتى ساعات الفجر الأولى، وأوقعت 23 قتيلا ينتمون ل18 جنسية في الهجوم الذي تبناه على الفور تنظيم القاعدة في بلاد المغرب. بينما أعلن وزير الداخلية البوركيني تحرير 126 شخصا من بينهم 33 جريحا بعد انتهاء العمليات. معنا الآن عبر الهاتف من بوركينا فاسو السيد إسحاق وايد دارغو المختص في القضايا الإفريقية. سيد إسحاق، أهلا بك معنا. الوضع الآن في العاصمة واغادوغو، وكيف قرأتم قيام القاعدة بأعمال إرهابية لأول مرة في بوركينا فاسو؟ شكرا، أهلا بكم. إلى الوضع حاليا رجع الاستقرار بعض الشيء إلى العاصمة واغادوغو، بحيث تمت عمليات الإنقاذ منذ الصباح، وكما أشرت إلى ذلك فقد تم الإفراج عن ما لا يقل عن 156 شخصا وإصابة 56 جرحى وقتل 26 شخصا من الأبرياء. ومن طرف الإرهابيين تم قتل حوالي 4 أشخاص، من ضمنهم كما تشير بالإشاعات أنثيان. هذه هي هذا ما يمكن أن نقول حول الوضع حاليا. ونعرف أن الوزراء عقدوا اجتماعا في الصباح، اجتماعا صارحا في الصباح، وتم اتخاذ بعض القرارات من حيث ضمان الأمن في البلاد. طيب سيد إسحاق، قراءتكم لهذه العمليات، قراءتكم لهذين التفجيرين؟ نعم، بكل صراحة هي عمليات إرهابية، وكانت هناك إشارات وبوادر لهذه العمليات، إلا أن عملية إرهابية بهذا الحجم في مدينة واغادوغو هذه هي المرة الأولى التي تشهدها بوركينا فاسو. ولكن في شهر سبتمبر الماضي شهدت بوركينا فاسو ضربات في بعض القرى، ولكن تلك العمليات كانت موجهة لرجال الدرك، بحيث قامت هذه الجماعات الإرهابية بضرب رجال الدرك في شمال بوركينا فاسو في قرية كورسي، وكذلك في قرية سنوردان في الجنوب. وبالنسبة لضرب بوركينا فاسو عاصمتها في قلبها بالشكل، هذه هي المرة الأولى في تاريخ بوركينا فاسو. شكرا جزيلا لك لهذه المدخلة. حدثنا من بوركينا فاسو السيد إسحاق وايد دارغو المختص في القضايا الأفريقية.